هلا وسهلا وحياكم الله. فواز رصيص من جديد، رجعنا لكم في حلقة مهمة تتركز على دراسة اللغة الإنجليزية في فصل الصيف. كثير من الأشخاص يجي يسألني يقول فواز شهرين تكفيني، أنا ما عندي إلا إجازة الصيف، يعني أنا طالب جامعي بطلع أدرس في الصيف شهرين. أنا والله موظف حكومي أو موظف قطاع خاص، أبغى أطلع أدرس لغة إنجليزية ولا عندي إلا الشهرين هذه، هل تكفيني الشهرين فواز؟ خليك صريح معي. طيب عشان أكون أنا معك صريح وأكثر واقعية، أنا بأسألك سؤال. أنت الآن لو مارست هواية أو مهارة أو تدربت على حاجة معينة لمدة شهرين، لمدة 10 ساعات في اليوم، تخيل أنك أنت والله تمارس السباحة، على أنت ما تعرف تسبح، مارست السباح أو مارست الرماية أو مارست ركوب الخيل على سبيل المثال، هي أصعب هواية يمكن الناس تخاف منها ركوب الخيل خاصة في البداية. تخيل أنك شهرين كل يوم 10 ساعات، هل راح يعني تتقدم مستواك؟ راح تقدم ولا لا؟ ما أقولك راح توصل احترافية، لكن هل مستواك راح تقدم؟ راح يروح الخوف، راح تروح الرهبة، راح تبدأ تتعلم، تعلمت الأساسيات، كان عندك خلاص، كان عندك مخزون، أقل شيء يكون عندك 40% 50%، 50% من اللغة الإنجليزية. لو عندك أنت 50% أنت في سوق العمل كذا أنت أمورك طيبة، لأنه إحنا عايشين في مجتمع، ترى مجتمع اللغة اللي فيه تستخدم لغة الأعمال الجنرال، اللغة العامة، تكلم على لغة الأعمال. تخيل أنك أنت تروح المعهد، خذيت دورة، خل أقولك مكثفة، شهرين خل أقولك خذيت دورة مكثفة، وهذا اللي أنا أنصح فيه، خذيت دورة مكثفة في الصيف مدة 6 ساعات يوميا. تخيل انك 6 ساعات يوميا تصحى الصباح رايح الكلاس، رايح المعهد، حط البودكاست في اذنك في الباص او انت تمشي او انت في اي وسيلة تواصل مواصلات، تسمع بودكاست وتروح المعهد، تتلقى انجليزي لمدة 6 ساعات. طبعا اهم حاجة تطبق الطرق الصحيحة اللي انا بذكرها لك. اول حاجة انك تتجنب ممارسة اللغة العربية قد ما تقدر، تتجنبها. كيف تقول فواز كيف تتجنبها؟ تتجنبها عن طريق جوالك، تتجنبها عن طريق الاحتكاك بالأشخاص الخليجيين اللي معك في الكلاس. تقول أنا والله ما أبغى كلاس فيه خليجي، هذا شر لابد منه. الصيف بريطانيا بالتحديد كل الناس تطلع تدرس الإنجليزية، عرفت؟ لذلك أنت حاول لا تخلي هذا عائق، هي مشكلة لكن لها حلول، الحلول عندك أنت. مارست تلقيت لغة في المعهد لمدة 6 ساعات، الزبدة بعد المعهد. تخيل أنك أنت 6 ساعات في المعهد إنجليزي 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 مدة شهرين، بعد المعهد كم عندك أنت مساعة لين تنام؟ تخيل يعني عندك أقل حاجة، أقل حاجة 7 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، هذا أقل شيء. طلعت من المعهد البودكاست في ذنك، لا تقول ما أفهم، راح تفهم، تراكمية الموضوع، راح تفهم راح تفهم راح تفهم حبة حبة، لمن تشوف نفسك أنك أنت بديت تتفكر باللغة الإنجليزية. هذه طبعا أتكلم عن الشهرين هذه، الشهرين هذه للشخص اللي مرة مضطر ومحتد، إما عنده درجة آيلتس يبي يجيب، باقي له نص درجة يبغى يجيبها، أو هو عنده لغة يبغى يطور لغته المهنية، أو هو طالب جامعي يقول أنا عندي فترة الصيف أبطلع أدرس في الصيف، أو هو طالب ثانوي بيبي يطلع في فترة الصيف عشان يقوي لغته عشان بعد نهاية الثانوي يكون عنده درجة آيلتس ويقدم على الابتعاث. هي هذه فترة الصيف، هي الفترة اللي أغلبنا محتد على الشهرين هذه لارتباطات دراسية أو مهنية. خلنا نرجع لموضوعنا. أنت الآن طلعت من المعهد، حاط البودكاست في ذنك، طلعت والله كت لك حاجة خفيفة، يمكن تاكل برا بعض الأحيان، تكيت لك في كافي تسمع إنجليزي، في نفس الوقت جوالك يكون فيه محتوى إنجليزي، تكلم على وسائل التواصل الاجتماعي جميع أنواعها. يعني أنت لازم تسوي لك حسابات جديدة، حسابات تتابع فيها أشخاص تعليميين. بعضهم يقول أنا والله ما أرغب أنه أنا أستخدم حسابي الرسمي الناس تابعين فيه أنه أنا أتعلم لغة إنجليزية أو أحاول أرد أو أحاول أسأل. سوي لك حسابات جديدة، سناب، في تويتر، في إنستغرام، طبعا أهمها اليوتيوب. اليوتيوب جامعة 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 في كل التخصصات، يعني أي حاجة تعوق عليك في حياتك ابحث عنها باليوتيوب تلقى لها حل، فما بالك اللغة الإنجليزية، راح تلقى مدرسين كثير يشرحون لك شروحات. أنت كذا لازم تقسم يومك، يعني ما تجلس تستمع طول الوقت، لا، أنت خلاص فترة التنقل هذه فترة استماع، أنت مضطر، عرفت؟ فترة استماع. أنت والله تكيت في مثلا في قهوة، ابدأ اقرأ،
عرفت؟ كذا معك تابلت مثلا افتحه وابدأ اقرأ قصص على حد على يعني على قد مستواك انت في اي ليفل انت، مستوى اول ثاني ثالث متقدم، ابدا اقرا قصص تقول انا جالس افهم خلاص، ابدا ليفل اعلى ابدا اقرا انت والله في الباص اقرا 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 اقرا، وصلت البيت خلصت تكيت روقت حط لك كتابه لمده ساعه، كتابه اكاديميه، كتابه اكاديميه بمعنى انك انت تقدر تكتب مقال، تتعلم كتابه طريقه سرد المقالات الاكاديميه كل يوم على هالحال مدة ساعة مثلا أو ساعتين. هذه الكتابة وش تسوي فيها؟ بكرة تعطيها التيتشر يشوفها أو تشوفها التيتشر وياخذها ويصححها لك يرجعها بكرة، بتشوف فيها ألوان وتصحيح وعندك مشاكل في الجرامر على سبيل المثال أو السبلينج. حبة 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 أنت ما راح تجيب الموضوع بيرفكت، لأنه حتى الإنجليز أنفسهم يخطون في الجرامر ويخطون في السبلينج، لذلك انت قد ما تقدر تطور من المهارات. خلصت تكي والله في الغرفه، تفتح لك تطبيقات المحادثات الاونلاين مع الاشخاص الاخرين، في تطبيقات كثيره انا دائما انشرها مثلا في حساباتي، بتتكلم على موضوع التعارف عن طريق الاونلاين، التعارف الاكاديمي عرفت، يعني تعارف تتكلم مع اشخاص نفسهم اما يبغون يتعلمون اللغه الانجليزيه او اشخاص اصلا هم معلمين ومهتمين في موضوع اللغه الانجليزيه عرفت. وش يسوون الأشخاص هذولا؟ مش تلقى عنده هو أصلاً منصة، فيتعرف على أشخاص يسولف معهم شوي بعدين يقول له تعال سجل في منصتنا عندك تعليم أكاديمي، مثل بعض التطبيقات اللي فيها اشتراكات، لكن فيه تطبيقات فري ممكن تسولف مع أشخاص من جميع دول العالم، من أوروبا، من أمريكا الجنوبية، ممكن أشخاص عربي يبغون يسولفون. دائماً حاول دائماً إذا تكلمت مع شخص حاول إنك ترتبط فيه لفترة طويلة. ليش؟ لأنه أنت الآن لو خلص المثال تعرفت على شخص اليوم أو تعرفت على مدرس لغة إنجليزية في الأونلاين وبكرة تعرفت على واحد جديد، وش بيصير؟ بتعيد نفس الستوري اللي أمس، بيقولك أنت من وين، كم عمرك، كم عدد إخوانك، يعني كيف طريقة سلوب حياتك، إيش اهتماماتك، وبابا. بكرة بتصير تعيد المشكلة السالفة هذه لشخص آخر. لكن لو ارتبطت مع شخص يعني الفترة طويلة أو فترة يعني على أقل أسبوع أسبوعين ثلاثة، أنت كل يوم تحدد موضوع تقول له وش رأيك اليوم نتكلم على الرياضة، تختار توبك تفتح يعني كذا، أنت يعني خلي شوي عندك كذا حس، افتح قل اكتب يعني آيلتس رايتنج إكزام توبكس، بيطلع لك عناوين، خذ لك أي عنوان يتكلم عن الصحة، عن البيئة، عن التجارة، عن يعني عن أشياء عامية إحنا نحتاجها في حياتنا، وكل يوم تتكلمون على حاجة معينة. أهم نقطة، شوف أهم نقطة، أنك هذا حوار تعليمي، يعني حتى لو حصل في الحوار التعليمي هذا أنه أنت رأيك متأكد أنه رأيك صح أو أنت عندك قناعة، سلك، يعني لا تقول لو لا هذا لا غلط، هذا لا هذا حرام، هذا حلال، زي كذا عرفت، سلك. دائما انسب الموضوع للكالتشر عرفت، للثقافة. احنا ثقافتنا الإسلامية تقول كذا 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 كذا، واحنا مؤمنين بالشيء هذا، اوه انتوا كذا بالله زي كذا، سلك عرفت. يعني حتى في اختبار الايلتس السبيكينج والرايتنج نفس الشيء، يعني موضوع كله حشو اكاديمي عشان انت ترفع درجتك. فانت دائما في الموضوع هذا، حتى في المعهد انا اتذكر في المعهد اول كان يجيبوا لنا مواضيع تستفزنا في الكونفرزيشن عشان نتكلم، وكان معنا طالبات سعوديات وكان معنا طالبات مثلا من امريكا الجنوبيه ومن اوروبا او طلاب نفس الشيء، فيصير في اختلاف، مثلا اختلاف الرجل، راي الرجل يختلف عن راي المراه، وهم يجيبون مواضيع هذه عشان تستفزك تخليك تتكلم، انت تتكلم بس ما تتعصب لرايك ولا تستنقص من راي او من ثقافه الشخص الاخر، ايا كان انت مقتنع انت تقول رايك عرفت، ماي اوبينيون، يعني هم يبغون رايك فقط بدون تعصب، انه هذا ما يفرق الموضوع، ترى عندهم انت رايك صح ولا خطا، هم يبغونك تتكلم وانت نفس الشيء. تخيل انه انت لمده شهرين تمارس الجدول هذا، معهد 6 ساعات، تطلع تستمع بعدين تقرا بعدين تكتب بعدين تتكلم. طبعا ما اقول لك اليوم تستخدم التطبيقات، الافضل انك انت مثلا قبل ما ترجع البيت تحاول انه يكون عندك اشخاص معاك من اللي في المعهد مثلا من جنسيه مختلفه غير الجنسيه العربيه، تتعرف عليه من اي جنسيه كانت، تتعرف عليه تطلع تتقهوى انت وياه كذا، انت ترى هو عنده مفردات فوكابلري هي ميب عندك،
وانت عندك فوكابلري هي مو عنده، فانت تتعلم منه وهو يتعلم منك. اقسم بالله اني هذه انا جربتها في مجالي، لما اطلع اشتغل مع احد مثلا عندنا تصوير فيلم، اشتغل مع احد اتعلم منه اشياء، خاصه الناس اللي مو انجليز. ليش؟ لان هذوليك عندهم كلمات اكاديميه انا تعلمتها وهم يمارسوها، فانا مارسها. الانجليز دائما يتكلمون بالسلانج يعني باللغه العاميه، فعشان كذا انا احب اني اختلط مع الاشخاص الغير متحدثين بالعربيه، ونفس الوقت هم مو انجليز، بحيث انه تكون لغتهم سهله واتعلم منهم بشكل كبير. صدقني الفتره هذه في الصيف اذا انت اتقنتها وطبقت الطرق اللي انا ذكرتها لك، يعني يسمونها يقول لك قطعا ديفينتلي راح تتطور لغتك وراح تكتسب لغه يعني اكاديميه او عاميه حتى للمجالك العملي. شهرين 60 يوم تمارس اللغه، خلنا نقول لك 6 ساعات في المعهد واربع ساعات خارج المعهد، هذه 10 ساعات، احسبها لمده شهرين شوف كم. اهم شيء انك تتبع الطرق الصحيحه، تستغني عن يعني تنغمس في اللغه الانجليزيه وتستغني عن اللغه العربيه بقد ما تقدر الفتره هذه، صدقني راح تتطور لغتك وراح تستفيد. خاصه انه عروض الصيف عروض اسعارها حلوه، يعني انت تروح مثلا في معاهد يقدم لك عرض صيفي لمده 6 اسابيع او 8 اسابيع من 14,000-15,000 مع السكن مع الوجبات. يعني تخيل انك تروح تدرس تسكن ب 10 ب 14,000-15,000 ريال، يعني انت بتكلف قيمه التذكره مصاريفك الخاصه، عرفت؟ فيه الموضوع استثمار، انت تستثمر في نفسك. انا طبعا اقول الكلام هذا ليش؟ لاني انا شفت اشخاص حولي متوقفت ترقياتهم، اشخاص حولي ما تطورت يعني البوزيشن حقهم المركز الوظيفي ما تطور، اشخاص حولي استقالوا من اعمالهم، بعضهم باع سيارته، بعضهم يعني قض قرض عشان يطلع يدرس اللغه الانجليزيه. ليش؟ لانه الان حتى الجهه اللي ما تحتاج اللغه الانجليزيه يقول لك نبغى اللغه الانجليزيه، عشان لانهم يبغون شخص كامل، عرفت؟ يبغون شخص كامل وهم ما يطمحون انه يطورون مستواهم. فلذلك دائما من الان ابدا ركز، اشتغل على نفسك. اذا ما قدرت تطلع برا تدرس برا، ادرس في 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 البيت. اذا ما قدرت تدرس مثلا في البيت، ادخل معهد في السعوديه. لازم تتعلم لغه انجليزيه، لازم تعلمون عيالكم لغه انجليزيه، لازم تطور نفسك. ترى تعلم لغه انجليزيه مو فقط انك ابتعلم لغه عشان اتكلم، ولا لا، انا اتعلم عشان انا اوسع يعني دائره علاقاتي، تفكيري، البزنس، تخصصك، مهاراتك، تراه تتغير تتطور بشكل كبير جدا. وانا اقول الكلام هذا لانه انا جربت وشفت الفرق هذا في نفسي، وشفت الفرق هذا في اللي في حولي، وقدرت تطلع فتره اطول. طبعا فتره اطول، بعضهم يقول فواز كم يكفيني؟ انا اقول ما ادري، على حسب مستواك انت، ايش مستواك. ودائما انا اقول اختبر اختبار تحديد مستوى عشان تعرف، اختبر ستيب اقل شيء، اختبر دولينجو رخيصه يعني $60 دولينجو عكس الايلتس اللي هو ب 1300 ريال تقريبا. فانت كذا تعرف انت ايش تبغى، ايش تحتاج. فهذه تقريبا الزبده، انت لو احتجت قبول لغه انجليزيه في الصيف لازم تبدا اجراءاتك. اذا طبعا بريطانيا، بريطانيا ليش انا اركز على بريطانيا؟ ليش؟ لانه امريكا يجيني واحد يقول ابغى قبول امريكا، اقول له عندك فيزا امريكيه؟ يقول لي لا. اقول له انا اسف، لا، طلع فيزا امريكيه تعالي. ليش؟ والله فيزا امريكيه تاخذ اجراءات من 4 شهور الى 6 شهور بسبب المواعيد، كذا اجراءاتهم الامريكان. لكن البريطانيه الان كلنا نعرف انه طلعوا فيزا الكترونيه لمده سنتين، تقدر تدرس فيها لمده 6 شهور، وحتى لو تبي تدرس اكثر من 6 شهور تقدر تسافر بخارج بريطانيا، تطلع وترجع خلال يوم يومين، خلاص تكون انت يعني صار عندك سفرة جديدة. فهذه ميزة بريطانيا أنها سريعة، أقل تكلفة بريطانيا، المعاهد متنوعة، المواصلات في بريطانيا يعني متشابكة، تقدر تروح تجي تسافر تطلع تروح. يعني هذه ميزة بريطانيا أنها ملمومة. الاحتكاك دائما مع المجتمع، دائما تسمع في الباص، في الترام، في الترين، في كل مكان، وانت تمشي حتى تقدر تمشي المشوار بساعة، حتى المعهد يبعد عنك ساعة مشي تقدر تمشي له، كل شيء مهيئ للمشاهدة. ميزة بريطانيا. وغير كذا أن العروض اللي فيها أقل، تذاكر الطيران أقل لما بتروح أنت. فهذه عشان كذا تركيز الخليجيين كلهم على بريطانيا، لأنها أقل تكلفة وأنا أشوفها أكثر فائدة. لو تقول أنا ما أبي خليجيين، أقولك ما في مالك إلا كندا. كندا مشكلة فيزتها تأخذ من شهر يمكن إلى شهرين بالكثير عشان تصدرها. المعاهد فيها تقريبا نفس سعر بريطانيا. المعاهد فيها ميزتها انها اقل
الخليجيين كثير بنسبة كبيرة، بس تذكرة الطيران حقتها غالية، يعني يبغالك تبدأ إجراءات من بدري كندا وأمريكا بوقت مبكر. لكن بريطانيا لو تجيني الأسبوع هذا تقول أبغى أطلع الأسبوع الجاي، أنا أطلعك الأسبوع الجاي. هذه ميزة بريطانيا بشكل سريع. أرقامي عندك، وسائل التواصل عندك، تواصل معي أي وقت. أنا أعرف في ناس كثير أول مرة تزور القناة، قناتي فيها حلقات أكثر من 100 حلقة تتكلم عن الابتعاث، عن الحياة المعيشية في الابتعاث، عن قوانين الابتعاث، عن الوظائف في الابتعاث، عن حقوق المبتعث، عن المكافآت، عن التعويضات، عن طرق التقديم للابتعاث، عن شروط الابتعاث. تراها متجددة، شروط الابتعاث دائما متجددة، عشان كذا بنحاول نجدد المحتوى، يعني يكون محتوى جديد. يمكن أول مرة تشوفوني بالثوب، أنا دائما أنا أصور من بريطانيا، المرة هذه الحمد لله أنا من الرياض. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة، ولا تنسى الاشتراك وانك تنشر محتوى القناة للأشخاص القريبين منك، جروب المدرسة، جروب العائلة، جروب عمالك، جروب خوالك، جروب الحارة، جروب الأصدقاء في العمل، عشان الناس تستفيد، وعشان على قولتهم يوصل المحتوى الأكبر عدد ممكن من الأشخاص. نشوفكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله.